عمري عشر سنين. فقدت أمي بالأسوأ. لا صوت ولا هوى في السيارة. بلشت بأحب شي في الحياة وهو الرسم. بابا قال لي احنا راح نبلش بحياة جديدة. Ateş yüzünden fark edilmeyelim abi. Yok. Burada fark etmeyiz. Abi hava iyice karardı, hadi çıkartalım. Hadi zamanı geldi. بابا قال لي اجى الوقت. وقت شو يا بابا؟ وقت الحياة لو وقت الموت؟ بلشت ببكي لما بابا قال لي بأن كل شي راح يصير كويس.
اسمي جلال، عمري 10 سنين، فقدت طفولتي ومستقبلي في نسمات بحر إيجاب.